هو الفكرة كلها ان انت في الوضع اللي انت فيه اتبسط بيه، ما تفكرش في وضع واحد غيرك او في وضع ناس تانية، صحيح، ومحدش عارف ربنا بيخليك في وضع ده ليه، يمكن تتعلم منه حاجة تفيدك لما تبقى في وضع تاني. صحيح، ويمكن وضروري هيجي لك حاجة حلوة قوي بس قدام شوية، طبعا مش لازم دلوقتي. انا اكتر لحظات حياتي كنت ببقى مبسوط فيها ما كنت اروح اجيب فطيرة بنص جنيه ولا بجنيه واحط فيها شيبسي واكلها وامشي كده معليش اي حاجة في الدنيا. صحيح، دي كانت اكتر لحظات حياتي ببقى مبسوط فيها. سلام مربع قوي. سلام سلام مربع. ده ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ فعلا انت بتقول حاجه في الكتاب، في كتاب علم النفس، ان الواحد يبقى راضي، ومش بس في كتب علم النفس، ده في القران طبعا. هو الرضا ده الرضا. اهم هو الواحد لو مشي مع ربنا في كل الظروف هيبقى مبسوط. انما الناس تقول لك انا سايبها على الله، يا عم انا اتكلت على الله ايوه ووشه عامل كده، يقول لك انا سايبها على الله، ايوه انا يا عم انا نزلت قلت لا اله الا الله، ده بص لسه في خارج وشك من الجامعة. الاول انت ايوه وشك عامل ازاي، انت كده سايبها على الله؟ ايوه مستحيل. صحيح. هي مش بالكلام، هي من جواك. انت لو نازل من بيتك وقلت لو عنده 10 عيال وكمان جايب كمان 3 4 وسايبها برضه على الله، طبعا، ربنا وتلاقي سبحانه الناس وتعالى. مثلا، اقول لك على حاجه، الشعب ده كله بيشرب سجاير ما عدا انا وانت تقريبا، احنا الاثنين انت والله ما بنشربش، صحيح. انما طبعا الشعب طبعا كله يشرب سجاير. السجاير اساسا اكتر سبب في ان انت ما تبقاش مبسوط في حياتك، واكتر حاجه هتتحاسب عليها يوم القيامه. واكتر حاجه هتجيب له الامراض. ليه بقى تحاسب عليه يوم القيامه؟ أي. لانها بتضيع الصحه والفلوس والعمر، ثلاث حاجات اللي انت بتتحاسب عليهم يوم القيامه. سلام. سيادة بس الوزير انا مستمتعه بالكلام، ربنا اتفضل يستر. اتفضل. وايه كمان؟ يعني انا اقول لك موقف، كنت مره راكب مع سواق تاكسي والراجل مكشر، الدنيا مش سودة في وشه، هو اخر يوم ليه النهارده في الدنيا، ومروح بقى. يعني انا راكب معاه، كنت نازل رايح عندي مسرحيه، أي. فانا لو انا رايح المسرح لازم ابقى مهيئ نفسي ان انا ابقى سعيد عشان اقدر امثل طب. كويس. طب. فالراجل انا ركبت، بصيت له لقيته عامل ماسك شاي ومولع سيجاره، قلت له في ايه يا عم، في ايه مالك، في ايه؟ قال لي اسكت، انا الدنيا انا خلاص انا كده. قلت له خلاص، يعني انا مش طايق حياتي والدنيا واللي عايشينها وعيال ومصاريف. قلت له انت بتشرب سجاير كام علبه في اليوم؟ قال لي 3 علب ولا حاجه. قلت له بكام يعني بتصرف كام في كده؟ قال لي العلبه ب 18 ولا مش عارف يعني بتاع 80 90 جنيه. قلت له ما انت لو وفرت الفلوس دي هتلاقي صحتك حلوه، هتشتغل اكتر من الوقت اللي انت بتشتغله، مش هتكشر التكشير اللي انت في وشك دي، فربنا هيكرمك، هيبقى معاك فلوس تشتري فاكهه، تحافظ على نفسك، نفسيتك تتبسط، نفسيتك تبقى كده، فيعني اعمل كده. قال لي راح مولع سيجاره، قال لي هبفكر انا في الموضوع ده. لسه هيروح يفكر. الناس جايبان نفسهم.